وكيف تتعرفوا على أن 95% من المواد الأولية اللي هي اللي منها كيتم التصنيع ديال الأدوية هي كتصنع في الصين وفي الهند. كل هذا خلق واحد الضغط قوي على واحد المواد أولية. وبين قوسين وحنا واخا كنقولوا عندنا صناعة الأدوية ولا في أوروبا ولا هو الدواء بصفة عامة هو واحد المادة اللي هو عالمية يعني بالمشتقات ديالو. ولهذا بحال اللي قلت 95% ديال المواد الأولية تصنع بالهند وبالصين. فهذا هو اللي خلق مع الأسف الشديد واحد النوع من الضغط على السوق وارتباك. وحصل له اليوم هناك فعلا قطاع ديال بحال ديال المادة ديال الباراسيتامول اللي تستعمل كثيرا في الكوفيد 19 أو لا تستعمل في الانفلونزا الموسمية لا غريب سيزونيير. هناك انقطاع ديالو في فرنسا وهناك انقطاع ديال ان انتيبيوتيك اللي هو لاموكسيسيلين المادة الأولية ديالو. و اليوم احنا في بالطبع هنا بغيتين نستمر قبل ما نعرجوا على السوق المغربي اللي غادي نهضروا عليه باستفاضه في هذه الحلقه. يعني هضرتي على 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 موجه الجائحه اللي عرفها العالم ديال كوفيد 19 وكاين بعض الخبراء اللي كيقولوا باللي انه يعني عده مختبرات ديال صناعه الادويه يعني انشغلوا بصناعه لقاحات مضاده لكوفيد وبالتالي ما كانش إنتاج على قد الطلب. هل هذا الخبر يعني شنو مدى يعني الدقة اللي فيه؟ لا هو أكيد أن الجائحة هي كانت جات بواحد القوة فظيعة جدا اللي صابت العالم يعني بأسرع. ولهذا فعلا ما كانش عدد كافي ديال اللقاحات. لكن هناك دول اللي قامت بمجهود قوي بحال دابا المغرب بتوجهات من صاحب الجلالة نصر الله يعني تمكننا باش يكون عندنا الباكسان بالنسبة للمغاربة كاملين وباقي الآن موجود. لكن بحال دابا يعني واحد العدد هائل من الدول ما تمكناتش تحصل على هذا لو فاكسان هذا من جهة. ومن جهة ثانية بحال اللي قلت لك يعني اللي حصل واحد الضغط كبير قوي بزاف على المواد الأولية ديال واحد المجموعة ديال الأدوية. وحصل واحد بيرتورباسيون واحد الضغط حتى على لوجيستيك على الترونسبور انترناسيونال النقل الدولي. كل هذا ادى لهاد النتائج هذه اللي كاينه حاليا. فاليوم الدول الغربيه الدول اوروبا الدول العظمى بما فيها ليزيتازوني بما فيها الولايات المتحده الامريكيه وكندا اليوم كيغيروا الاستراتيجيه ديالهم في هذا الميدان ديال صناعه الادويه باش يوليو هما حتى هما تيصنعوا الماده الاوليه باش ما يعاودش يطيحوا في هذا النوع من الارتباط بالصين وبالهند. وإذا كان مشكل في الصين ولا بالهند كينعكس بشكل سلبي على هذه الدول هذه.